عليكم بعدا اولا. تابعنا هذا القرعه ديال الكان ديال الفوتسال اللي طاح فيها المنتخب المغربي مع انغولا وزامبيا وغانا. هذه مجموعه اللي هي الا بغينا نقولوا في المتناول ديال الفريق المغربي بحجم يعني بحكم القوه ديال هذا المنتخب وبحكم الانجازات اللي حقق في السنوات الاخيره. هذا ما تيعنيش اننا غادي نستهنوا بهذه الخصوم هذه، بالعكس، ولكن حنا تنشوفوا منتخبنا في السنوات الاخيره حقق جوج القاب قاريه، حقق لقب عربي، يعني مشى للدومي فينار اولا ربع الكاس العالم اللي انهزم فيها مع البرازيل ولا شي ظروف قاهره ديال التحكيم، هادشي راه باين. حقق واحد الكاس اللي هي عاوتاني كاس العرب، حتى هي هاد المؤهلات كلها تتعطي للمنتخب المغربي واحد الافضليه باش يكون يعني في المستوى المطلوب، وبخصوص هاد لان هاد الكاس اللي منظمه عندنا في المغرب، هذا يعني واحد الدافع اللي غيخلينا ان شاء الله نبغيو نخليو هاد الكاس تكون ثالث كاس قاريه في المغرب. هذا من جهه، من جهه اخرى هاد الخصوم هادي ما خصناش نستهنوا بها، لان هي الكره الافريقيه هي عرفت التطور كما عرفت التطور على الساحه على يعني كره القدم اللي هي عاديه الفوت عادي، حتى الفوتسال هو تطور، يعني ما خصناش نستهنوا بهاد الخصوم هادي، وخصنا يعني نكونوا في المستوى المطلوب، وتنتمنوا من الله باش يبقى هاد الكاس هذا في المغرب، بحكم يعني هاد الفرقه هادي اللي هي عندنا حنايا ما مجهود عالميا يعني بداو ولعبوا مؤخرا ماتشات اليوم اميكال كانوا قويين مع سميتها مع صربيا مع ايطاليا، يعني هذا يحسب لهذا الفريق هذا، يعني تنتمناو يعني باش يكون هذا الكاس هذا يضيفوا للخزانه ديالنا، يكون كاس الثالث لما لا. بالنسبه لهذا الاطار هشام دكيك هو اطار في المستوى، هذه نوهات به يعني صحف عالميه وهدرات عليه ان واحد الاطار هو الاستمراريه ديال الاطار حتى هو ديال الطاقم حتى تعطي واحد النتائج، لان تنعرفوا هشام دكيك دابا راه تابع معاهم اكثر من يعني اكثر من واحد الخمس سنين وست سنين ولا يعني اكثر كاع واقيلا معاهم، يعني مجموعه يعني اطار متكامل، دراري يعني زوينين، بطوله يعني عندنا تتعطي حتى هي واحد يعني واحد اللعابه اللي هما في المستوى، هذه كلها عوامل جمعات وعطات هذا المنتخب اللي هو قوي، تلاحظنا هذا الشيء هذا باين يعني بالنتائج ديالو، جوج كيسان يعني قاريين وكاس عربيه وكاس العالم، يعني هذا كل اصبحت الكره العالميه ديال الفوتسال كلها تضرب حساب المنتخب المغربي، هذا مشهود به ومعترف به، يعني هذا ما تينقصش من اننا خصنا ناخذوا الحيطه والحذر من هذه الفرق هذه ونلعبوا يعني بجديه باش نحقوا ان شاء الله هذا الكاس يبقى عندنا في المغرب حتى هو. بدايه ما وصلت اليه كره القدم المصغره داخل البلاد ما هو الا نتيجه لمجهودات عمل جبار قام به ابن مدينه القنيطره الاطار الوطني السيد هشام دكيك بمعية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القشاع الذي يسهر على كل كبيرة وصغيرة من أجل تلميع وإشعاع الكرة الوطنية بصفة عامة. احنا هنا للإشارة كنهضروا على منتخب الذي يخشاه الجميع، منتخب اللي مصنف ثامن عالميا اللي وصل للربع النهائي ديال كأس العالم الأخيرة، فائز بكأسين إفريقيتين آخرتين آخرهما بالعيون، منتخب اللي مصنف أول إفريقيا وعربيا، طبيعة الحال طموحنا هو من خلال هذه النسخة التي تستضيفها البلاد والقرعة اللي وضعتنا إلى جانب كل من أنغولا غانا وزامبيا في المجموعة الأولى، الطموح ديالنا إن شاء الله هو الوصول الفوز طبيعة الحال الفوز بهذا الكأس القارية لتنضاف إلى خزانة الألقاب لتكون ثالثة تواليا إن شاء الله لما لا، وبالتالي تكون درجة أولى للتأهيل إلى كأس العالم بأوزبكستان أواخر هذه السنة إن شاء الله. بسم الله. كما يعلم الجميع أن اليوم قامت القرعة ديال الكأس إفريقيا للفوتسال، وخرجت لنا ان المنتخب المغربي غيدخل في مباراه قويه، مباريات قويه مع غانا ولا زامبيا، يعد من المنتخبات القويه على الصعيد العالمي، وهذا ارث اللي خصنا ما نسمحوش فيه. من جهه وجود عناصر جد متمرسه في الفوتسال، وهذا الفريق اللي حافظ على الاستقرار ديالو لمده تقريبا ثلاث سنوات، وعندك مدرب اللي سميتو هشام دكيك اللي غني عن التعريف، متمرس جد متمرس وحقق القاب مع المنتخب الوطني على الصعيد العربي
والإفريقي. البطولة الإفريقية غادي تنظم داخل المغرب، هذه كلها ظروف جد ملائمة باش نفوزوا بهذا اللقب هذا. يعني ما بقاش عندنا شي عذر اللي اللقب يخرج من المغرب. نقول على شام دكيك غتكون جد قليلة في حقه، هذاك الشيء اللي حقه مع المنتخب المغربي وحافظ على الاستقرار ديال هذه الفرقة هذه لمدة أكثر من 3 سنوات. تنظن إن شاء الله ما غيكون غير خير مع هاد الناس هذا مجموعة سميتو. تنظن أن التمرس ديال الفرقة ما تحتقرت شي فرقة. الصرامة ديال المدرب خلاته أنه تيلعب الكرة اللي تدخل الفرقة ما تيهمناش الاسم، واش بريزيلي ولا أرجنتيني ولا أنغولا ولا زامبيا، الكل سواسية تدخل التيران. تيولي خصني شي شوية ديال شي شوية يحطوا رجليهم في الأرض ويتصنتوا للمدرب. تنظن إن شاء الله أن يكون غير خير مع هاد الناس هادو. بالنسبة للجمهور خصنا ننجحوا هاد التظاهرة هادي، لأن هي واحد البروفا صغيرة بالنسبة لأن تبعنا تظاهرات أكبر. البطولة الإفريقية ديال 25 البطولة ديال العالم، دونك خصنا نحققوا النتيجة ونجحوا التظاهرة على جميع المستويات. مزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.